بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيات السنة السادسة، محيط الدائرة ومساحة القرص. محيط الدائرة ومساحة القرص. إذا غنشوفوا الصفحة رقم 85 اللي طلبوها بزاف ديال التلامذ. إذا عندنا يتكون الشكل التالي من مربع ABCD كما نرى، ضلعه 1 سنتيمتر ومن 4 أرباع دوائر. عندنا الربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع، ياك؟ ومن 4 أرباع دوائر مراكزها رؤوس المربع. فهمتي شي حاجه انا؟ اه. اشنو فهمتي؟ فهمت بان هذوك الرؤوس ديال المربع هما المراكز ديال الدوائر. لا، الربع ديال الدوائر. اه، ديال الدوائر اللي خدينا منها هاد الاربع. اذا عندنا هاد الربع الاول كما نرى هنا، بطبيعة الحال خدينا هاد الصغيور، واضح بأن حطينا الشوكة ديال البيركار هنا في أ، وقادينا داك البيركار ودرنا القلم هنا، الراس ديالو هنا، ودورنا حتى تقادينا مع هاد السطر اللي غادي هنا كما تنشوفو، اللي تقادينا مع أبي، مع المستقيم أبي، وتوقفنا. ثم جنا الشوكة ديال البيركار وحطيناها في بي، وقادين البيركار على فين وصلنا بالربع الاول ديال الدائره. اذا قادين البيركار ودورنا حتى تقادين ايضا مع الضلع الاخر، حتى تقادين مع المستقيم اللي مار من الضلع الاخر اللي هو سي بي. اذا وصلنا حد هنا وحبسنا. شنو عملنا عاوتاني؟ هزينا الشوكه ديال البيركار، هزينا الشوكه ديال البيركار وحطينا في السي، قادين البيركار جبدناه، ياك؟ جبدناه حتى وصل المسافه اللي كنا وصلناها، وزدنا دورنا. ثم من بعد منا جينا للدي، ياك؟ اه. وحطينا الشوكه وخدينا هذا المقاس هذا، وزدنا دورنا حتى تقادينا مع المستقيم اللي مار من الضلع ابي، الضلع ادي هو اللي تنشوفو، وفي الاخر حصلنا على هذا الشكل هذا، ياك؟ أه. لنفرض باننا غناخذ دوائر ككل. اذا طبعاً هل عندها شعاع؟ هاد الدائره، هاد الربع الاول هو ديال واحد الدائره، الشعاع ديالها اشنو هو؟ هو الشعاع ديالها؟ اه، 1 سنتيمتر. اها، 1 سنتيمتر، يعني هو 1 سنتيمتر، علاش؟ لانه خذ الضلع ديال المربع، ديال المربع اللي معروف عندنا في الاول هو 1 سنتيمتر، ياك؟ اذا الا كان هذا 1 سنتيمتر، ثم خذينا الشوكه ديال البيركار حطيناها في بي، وتقادينا قادينا مع الشكل الاول، وزدنا كملنا. في نظرك الشعاع ديال هاد الدائره الثانيه شحال؟ تبان لي بحال 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر باين، لان عندنا في الاول الشعاع الاول هو سنتيمتر، وزدنا هاد الضلع الثاني، فهمتي؟ خدينا الضلع الاول زائد القياس ديال الثاني، اذا طبعا بحال 2 سنتيمتر. وبالنسبه للشعاع ديال الدائره الثالثه شحال؟ 3 سنتيمتر. والرابعه؟ 4 سنتيمتر. غادي تزيد له الضلع. اه، يعني ديما تنزيدوا هاد الضلع ديال هاد المربع الصغير. آه. اذا احسب محيط الشكل الخط الملون بالازرق. اذا غنحسبوا المحيط ديال هاد الشكل الملون بالازرق، ياك؟ آه. غنحسبوا المحيط ديال الشكل، وغنحسبوا بالضبط باش نحسبوا المحيط ديالو، غنحسبوا هذا الخط الازرق، يعني هو المحيط ديال هذا الشكل. المحيط هو ما يحيط به، بحال غنديروا عليه واحد السياج، او غنديروا عليه واحد الصمته وغنحيطوها به. اذا غنتكلموا على المحيط، فهمتي؟ اذا شنو هو المحيط ديالو؟ اول حاجه خصنا نذكروا بالقاعده، القاعده ديال الدائره. يا عندنا اولا الا بغينا نحسبوا المحيط، هي بي بي اثنان في بي في ار، يعني هي بي 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 شنو هو؟ بي شنو هو؟ هي 3.14. تتساوي 3.14. اش تساوي؟ جوج. تساوي اثنان فاش؟ في 3.14 اللي هي بي. 3.14 اللي هي بي، اللي هي بي زيد في الشعاع، في ار، يعني في الشعاع. بطبيعة الحال بي هو بيريمتر، هو المحيط. هو هذاك الشيء اش خدينا هاد بي ديالها هي، شتيها؟ بيريمتر يعني هو المحيط. إذا
عندنا هنا بارامتر تساوي 2 في 3.14 مضروبه في ار. اذا غنطبقوها باش نشوفوها في الدائره. شنو غنديروا؟ مقام محيط ولا مساحه؟ شوف انا انت اش قال لكم؟ المحيط. محيط الشكل يعني ما يحيط بهذا الشكل. اذا شنو هو المحيط؟ ناخذ كل محيط ديال شي دائره وناخذ الربع ديالها ونزيدو على تماما زي. يعني غنطبقوا. اذا شحال عندنا من الربع هنا؟ عندنا أربعة الأرباع. يعني خاصنا نحسبوا أربعة الأرباع ديال المحيطات ديال الدوائر، ياك؟ نجيو الأولى، غنطبقوا عليها هاد الأولى، إذا غنديروا بي أن، بي أن فين هو بي أن؟ يعني الربع ديال المحيط الأول غنسميوه بي أن، فهمتي؟ إذا هادي هو واحد سنتيمتر. إذا فين هو بي أن؟ بغينا نعرفوا هاد بي أن، هادي، بغينا نعرفوها فين كاينة في الشكل. فين هو هاد الشوية؟ هذا هو. إذا هذا غنسميوه بي أن مثلا. إذا شنو غنديرو؟ اش يساوي؟ يساوي 2 في 3.14 مضروبة في ار. ار شحال؟ ار هو واحد. واحد مضروبة في واحد. إذا حنا طبقنا هاد القضية شحال؟ ولكن شنو؟ مقسوم على 4 حيت غناخدوها الربع. حنا هنا ما خديناش الدائرة ككل، خدينا فقط هاد الربيع، ياك؟ إذا مقسوم على 4. إذا شنو غيساوي؟ بي أن تساوي 6.2 × 4 هي 8، 2 × 1 = 2، ياك؟ 2 × 1 = 2، كي تولك ما تقولش 2، ياك؟ 2 × 3 شحال؟ 2 × 3 هي 6. 6. إذا هي 6.28، ياك؟ مضروبة فاش؟ في 1 على 4. ياك؟ فواحد على 4 أو نقسمو على 4 ككل، فهمتي؟ إذا يعني هي مقسومة على 4 حيت هادي راه ضربنا في واحد، هاد الواحد راه ديال القسمة ماشي ديال هادي، ولكن راه بحال بحال. ليتين شحال غتولي عندنا؟ حسبوها باش نسربيو. عندك 6.28، ياك؟ مقسومة على 4 هي 1.57، 1.57، ياك؟ 1.57. دابا شنو غنحسبو عاوتاني؟ شنو غنحسبو عاوتاني؟ غنحسبو ربع ديال الدائرة التانية. شنو غنسميوه؟ بي بي اتنين مثلا. بي اتنين تيساوي؟ تيساوي تا هو اتنين في 2 × 3.14، ياك؟ في مضروبة في 2 × 4 في 2 الكل مقسوم على 4. اذا بي 2 شنو تساوي؟ بي 2 شنو تساوي؟ هي 2 في هادي حسبناها، ياك؟ 2 في 6.28 في مضروبة في 2 مقسوم على 4. يعني بحال غنقسمو على 2، غنحيدو هنا 2 ونحيدو من 2، غتولي عندنا هي 6.28 مقسومة على 2، شحال تساوي؟ هي 3.14، ياك؟ إذا هادي تساوي 3.14، ياك؟ نجيو شنو خرى؟ عندنا بي 3 تساوي 2 مضروبة في 3.14 خصك تكتبها على 6.14. المهم خصنا نديرو القاعدة، 2.14 مضروبة في 2، ياك؟ مضروبة فاش؟ ار في 3 في ار في 3 في 3 إذا شحال؟ قسم 4 على 4 غتساوي شحال؟ غتساوي 6.28، ياك؟ هادي هي مع هادي مضروبة في 3 مقسومة على 4. إذا 6.28 مضروبة في 3 نقدرو نحسبوها هي 6.28 مضروبة في 3، 3 في 8 شحال؟ 24. هيا 3 في 2 6 و 2 8 3 في 6 3 في 6 هي 18. 18 إذا 1 2 1 2 هي 18.84. ولكن مازال غنقسمو على 4، ياك؟
شحال 18 مقسوم على 4 شحال؟ 18 مقسوم على 4 تناخذ 18. باينه باينه بلا ما 18 هي تاخذ 18 شحال؟ في 4 في 4 في 4 هي 16. من 18 غتبقى 2 او تحطي 16 وديري ناقص وتعطيك 2 ياك. اذا غنهبطوا، اذا 2 مقسوم على 4 ما تجيش، اذا غنهبطوا حيت غنتجاوزوا الفاصله، غنهبطوا 8 وغنديروا فاصله هنا. اذا 28 مقسوم على 4، 28 مقسوم على 4 هي 7، 7 و7 14، 14 و14 128. اذا 28 صفر، غنهبطوا 4 مقسوم على 4 هي 1. اذا شحال عطاتنا؟ 4.71. اذا غتعطينا، اذا غتعطينا 4.4 ياك فاصله 71. اش باقي لنا دابا؟ باقي لنا 4، باقي 4. بي 4 تساوي شنو؟ بي 4 شحال تساوي؟ جوج في 3.14 هي 6.28. ايه في نضرب هاد المره فاش؟ هاد المره في في 4 في قسم 4 مقسومه على 4. اذا واضحه ملي تيكون عندنا الضرب هاد القضيه. شوف هاد القضيه غنقول لك، ملي يكون عندنا الضرب ماشي في ناقص او زائد، ملي تيكون عندنا هدف هدف هذا في 4 والثالث عندنا 4 وتكون عندنا كاع 4 في شي عدد، تنحيدوا هادي ونحيدوا هادي. كون كانت عندنا عاوتاني مضروبه في 3.14 غنحيدوا 3.14 ونحيدوا الفوقانيه باش يسهل علينا، لا باش يسهل علينا الحساب، فهمت ولا؟ اذا انت تساوي شحال؟ هي 6.28. اذا شنو بقى لينا دابا؟ خصنا نجمعوا هادو. خصنا نجمعوهم، لان شنو؟ خصنا نجمعوا هادي مع هادي، نجمعوا هادي، نجمعوا هادي ياك. وباقى واحد القضيه اخرى، خصنا المربع. اش مربع؟ المربع محسن هذا. من هذا محيط، بغيت تدخل لداخل ديال الشكل. الشكل انت المحيط ديال الشكل فين هو؟ المحيط ديال الشكل هنا فين هو؟ هو هذا فينا هو. تبعي انت هذه شنو هو؟ غنحسبو هذه محسوبه ولا محسوباش؟ الطريف محسوب. هذه محسوبه ولا لا؟ هذه وهذه واش باقي لنا؟ وباقي هذيك الحذاء. هذه هي خصك تبعها. ايوا هذه شحال هذه؟ هذيك 4 4 راه هو هاد، هو الشعاع ديال الدائره الاخرى اللي خدينا الربع ديالها، هو الشعاع ديالها يعني 4. إذا شنو غنعملو؟ غنديرو بأن البيريمتر ياك، البيريمتر كاع كله تساوي شنو؟ عندنا داكشي اللي حسبنا الأول شحال؟ هو 1.57 ياك، 57 زائد 1.57 زائد 3.14 ياك ديال بي دو. بي تروا شحال؟ بي تروا اللي حسبنا درنا القسمة على 4 عطاتنا 4.71 زائد 4.71 زائد شحال؟ زائد هاد الاخر اللي حسبنا هي 6.28 زائد 6.28 6.28 زائد شنو؟ 4 زائد 4 باش ما تنسيهاش، خاصك شي تقيدو في الاول، فهمتي؟ اذا شحال غتعطيني هادي؟ نديرو العمليه. انت عندك 1.57 1.57 زائد شحال؟ 3.14 3.14 زائد 4.71 4.71 زائد 6.22 6.28 زائد 4 كيدير شنو؟ عندنا 7 زائد 4 شحال؟ يا اسكت. 11 زائد 1 12 زائد 8 20 0 ها 2 عندك 2 زيدو على 5 باش ما نساوش. 2 على 5 هي 7 هي 15 كلها. 1 هي 8 و 7 15 و 2 15 17 هي 17. إذا 7 غنحتفظو بواحد، غنديرو الفاصلة حيت دابا وصلنا للفاصلة. إذا غنزيدو هاد الواحد على هاد الواحد باش ما نساوش في الأول. إذا عندنا 2 زائد 3 هي 5 زائد 4 هي 9 15 19. إذا شحال المحيط ديالو؟ هو 19.70. إذا المحيط هو تساوي 19.70
70 اشنو متر؟ متر متر هو راه محيط هذا راه عبار هذا اشنو متر سنتيمتر راحت في الاول بديتي بالسنتيمتر ما قالكش داك السون هذاك المربع راه الضلع ديالو سنتيمتر مشيتي بالسنتيمتر اذا انتقلوا التمرين الثاني عندنا اقارن محيط الاشكال التاليه ثم اقارن مساحتها شنو بان لك هنا هذه دائره هذه دائره وهذا هذا نصف دائره زائد نصف دائره زائد نصف معجم هنا كاين ارباع ارباع الدائره شتي ولكن في اتجاه اخر راه تقول مقعره هنا أربعة 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 دوائر أربعة أربعة دوائر إذن أربعة أربعة دوائر إذن أحسب محيط ومساحة قرص طول شعاعه أحسب محيط ومساحة قرصين طول شعاعه هو 5.6 سنتيمتر إذن شنو هو المحيط ديال القرص بين محيط ديال القرص هما عاطينك واحد القرص ياك الشعاع ديالو شحال 5.6 ياك 5.6 اذا هاد القرص شحال المحيط ديالو شنو غنعملو اول حاجه خاص تفكر فاش خاص تفكر بالقاعده القاعده اش تقول بيريمتر تساوي 2 بي صافي مضروبه في ار شنو هنا عندك ار ها هو كاين اذا بيريمتر شحال تساوي بيريمتر هو هي 6.28 هذه 2 بي مضروبه فاش 5.6 ياك اذا عندك 6.28 مضروبه 5.6 اذا عندك 6.28 مضروبه 5.6 شنو غنعملوا لها اذا 6 في 8 شحال 6 في 8 48 6 في 2 6 في 2 12 و 4 16 ها 1 6 في 6 36 1 37 إذا غندير واحد النقيطة هنا ملي غنتقلوا لهاد الرقم الثاني إذا غتولي عندنا 5 في 8 شحال 40 هي 40 ها 4 5 في 2 5 في 2 هي 10 و 4 14 14 ها 1 خمسة في ستة ثلاثين وواحد واحد وثلاثين إذا غتولي عندنا هنا ثمانية عندنا هنا ثمانية هنا عندنا ستة هنا عندنا شحال هنا عندنا 13 ياك 13 لا 11 11 هنا 11 ياك سبعة هنا 11 خمسة خمسة ثلاثة إذا عندنا واحد اثنين ثلاثة هذا راه الضرب ماشي زائد ماشي دير بحال الكود دير تجي بحال الكود هذا راه الضرب حتى تحس بهادو ثلاثة واحد جوج ثلاثة الأرقام غتولي عندنا 35.168 إذا البيراميتر ديالو هو 35.16 أو 17 لو بغيتي تزيد تكمل حيت هذا راه قريب فهمتي إذا 5 إذا 0.17 تقريبا ياك 35.17 أو 16 ياك هذا بالسنتيمتر ديما ما تنسيش هاد هادي ما تنسيهاش محيط تكون على سنتيمتر حيت راه في الاول عطاوك سنتيمتر شتي ثم عندنا احسب مساحة الشكل الملون ياك احسب مساحة الشكل الملون اذا كما نرى هنا عندنا شنو الشكل الملون مناش مكون هذا من دائرة و ماشي دائرة نصف دائرة ومثلث ومثلث اذا احسب مساحة الشكل الملون علما بان ابي تتساوي 12 سنتيمتر ها ابي ابي شنو هي هو القطره ديال الدائره نصف دائره القطره ديال الدائره لو ديامتر لو ديامتر يعني القطره ديال الدائره فهمتي اذا وعندك سي اش سي اش شنو هو سي اش هو ارتفاع ديال المثلث ارتفاع ديال المثلث باش نحسبوا المساحه حيت هما طالبين منا مساحة إذن أول حاجة المساحة ديال الدائرة اش تساوي لا سيرفاس لا سيرفاس لا سيرفاس ديال السيركل اش غادي تساوي مساحة هي بي بي ف
في في 12 سنتيمتر. ليش شنو القاعده؟ القاعده شو تقول؟ يا بي في ار في ار. ار في ار، اذا ار اوكاري ياك. يا سميتها شو تسوي؟ هو القطر، هو القطر هذه هذاك ار ار هي القطر. لا ار في ار ماشي هو القطر. القطر شو يسوي؟ الدياميتر. الدياميتر شو يسوي؟ تتساوي 2 ار ماشي اف ار، فهمت ولا؟ اذا لو دياميتر تساوي 2 ار، عندنا لو دياميتر هو هذا ياك، هذا الطويل هذا ياك. اذا الدائره هي هذه، المركز ديالها غيكون على الوسط. اذا عندنا شعاع لهاد الجهه وشعاع لهاد الجهه. اذا لو دياميتر ككل تساوي هاد الشعاع تاع المركز زائد الشعاع الاخر من المركز تاع الاخر، فهمتي؟ اذا تساوي جوج ديال الشعاعات، هذا هو المقصود بها، هذا هو المقصود بالدياميتر، فهمت ولا؟ اما اذا درتي ار في ار تقدر يتجاوز العدد. مثلا الا كان عندك مثلا ار، ار مثلا هنا شحال غيكون؟ ار شحال غيكون هنا؟ 6. 2 ار شحال؟ 2 ار يلا 12 سنتيمتر، هيا شيا الشعاع يلا غتكون فيه 6 سنتيمترات، فهمت ولا؟ لان ابي اللي هو لو ديامتر اللي هو شنو هو؟ اللي هو القطر. القطر اللي هو القطر تساوي يلا 12. الا خدينا الشعاع اللي هو 6 وضربناه في 6 شحال غتعطينا؟ عطينا 6 في 6 نعم عطينا 12، عطينا 36. اذا راه كثر، الحمد لله. اذا ار ار في ار ماشي هي ار زائد ار، الحمد لله. اذا المساحه ديال الدائره تتساوي بي في ار في ار. مساحه القرش تتساوي اس تتساوي بي في ار في ار، او اس تتساوي بي في ار او كاري ياك. ماشي 2 ار ماشي بحال ديال البيريمتر، ماشي بحال المحيط، فهمتي؟ اذا دابا غنطبقوا هاد القضيه ياك. اذا عندنا اس تتساوي بي في ار في ار، اذا غنطبقوها. شحال عطينا هما في الديامتر في القطر؟ شحال عطينا؟ اذا عندنا 3.14 ياك، 3.14 مضروبه فاش؟ الديامتر. شحال راه قلنا شحال في ار؟ واش هو ار؟ ار هو الشعاع. واش هو الشعاع؟ شحال الشعاع؟ شحال القياس ديالو؟ خاصك تستنتجي. هو 6 سنتيمتر. هو 6. اذا غتشد هاد ابي اللي هي 12 سنتيمتر وغتقسمها على 2، اذا غتولي عندك 6 في 6 اللي هي المهم ديروها 6 في 6. اذا تتساوي 3.14 مضروبه في 36 ياك. شحال تتساوي؟ عندك 3.14 مضروبة في 36 ياك. 36 6 في، إذا عندك 6 في 4 شحال؟ 24. 24 4 2 6 في 1 شحال؟ 6. 6 و 2 8. 6 في 3 18. غنديرو نقطة هنا. 3 في 4 12 1. 3 في 1 3 1 4. 3 في 3 9. نعاودو، عندك 6 في 4 24، 6 في 1 6 و 2 8، 6 في 3 18، 3 في 4 12، 3 في 1 3 و 1 4، 3 في 3 9. إذا عندنا هنا 4، عندنا هنا 10، 8 و 2 10، غنجيبو هاد الواحد هنا شحال؟ غتولي عندنا هي 12 13 ياك؟ 13 هنا 1 شحال غتولي عندنا؟ 11. غندير الفاصله، لقينا جوج، عندنا جوج ديال مورا الفاصله، اثنين مورا الفاصله غنديرو لها هكذا. يا 113 فاصله صفر. ها 113 فاصله 113، عطولي عندنا هي 113 فاصله 04. فاصله 04 اشنو صافي كملنا؟ باقا اشنو؟ شنو خاصنا نزيدو هنا؟ هاد النتيجه شنو خاصنا نزيدو عليها؟ دابا هاديك المساحة ديال المساحة ديال الدائرة. والمساحة باش تكون شاطينك هنا؟ شاطينك؟ لا عطينا 12 سنتيمتر. واشنو خاصنا نكملو هنا؟ شنو خاصنا نكملو هنا؟ ناخدو عنصر. وخاصنا نكملو سنتيمتر مربع، راه مساحة، راه مخاصكش نسيد الوحدة. حيت هادي 113 اشنو؟ كيلو.
متر اشنو طون اشنو مرن اشنو الحمد لله تبقى الرقم هكذا اذا خاصنا نعطيو القيمه ديالو باش نعرفوا اشنو حسبنا الحمد لله ولكن دابا باش نحسبنا هنا بالضبط حسبنا عاد حسبنا الدائره ككل كلها حسبنا الدائره ككل واش عندنا حنا واش حنا عندنا الدائره ككل لا حنا عندنا على النص ديالها على النص ديالها شنو غنديروا اذا غنديروا اس ان مثلا غنسميوها اس هذاك النص ياك شي يساوي اش يساوي داك النص ديال الدائره شحال تساوي ها هو دابا لقينا الدائره ككل هي 113.04 النص ديال الدائره اللي عندنا في الشكل شحال تساوي المساحه ديالو المساحه ديالها شنو الامور بينا هاد الدائره ككل الدائره ككل في قسمه ربعه علاش على ربعه علاش شحال عندنا حنا الشكل قسمه شوف 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 انت شوفي الدائره ككل هي هذه فيها في المساحه ديالها لو ان هذا الشكل كمل غتكون المساحه ديالو هي 113.04 اللي حسبنا حيت حنا حسبنا الدائره ككل ولكن حنا واش عندنا واش عندنا حنا الدائره ككل هنا لا واش عندنا تل هنا شحال عندنا عندنا هنا النص النص واش قلتي دابا قلتي النص اذا شنو هاد النص النص اللي هنا شنو هو كيفاش غنحصلوا عليه دابا ديك القسمه ربعه ناخذها على الربع ديالها الربع هذه ديال الربع حنا دابا هنا كنا قسمنا على ربعه حيت خدينا غير الربع ولكن هنا واش خدينا واش هنا خدينا الربع لا علاش غنقسموا هذه شوفي يورا على اثنين راه نقسم على اثنين يورا بينا حيت خدينا على النص ديالها ما خديناش الدائره ككل شحال غناخدو غناخدو نديرو قسمه اثنين شنو اللي غنقسمو على شنو ما خديناش شنو هو اللي غنقسمو على اثنين هنا 113.04 اذا 113.04 مقسومه على اثنين شحال تساوي هادي 113.04 مقسومه على اثنين اذا ناخذ 11 مقسومه على اثنين شحال غتجينا 11 مقسومه على اثنين خمسه غتجينا خمسه باينه خمسه في اثنين 10 ها هي 10 غتبقى واحد غتجينا صفر شنو نهبطو نهبطو ثلاثه غتولي عندنا 13 مقسومه على اثنين شحال خمسه باينه سته سته في اثنين هي 12 اذا غنديرو هنا 12 ها هي اذا 3 ناقص 2 1 1 ناقص 1 0 ياك اذا دابا غنقزو الفاصله اذا غنديرو الفاصله وغنهبطو الصفر غنهبطو الصفر اهو اذا عندك 10 مقسومه على 2 5 ها هي 5 5 في 2 10 ها 10 0 10 0 ياك ديرو 4 دابا عندنا هاد الصفر هو صفر صفر غنهبطو هاد الربع حدا هاد الخارج حدا الخارج اللي عندنا الا كان واحد غتجي حدا ربعة غتولي 14 حنا عندنا صفر غتبقى هاد الربعة اذا ربعة مقسومة على اثنان 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 اربعة من اربعة غتعطينا صفر ياك اذا الخارج شحال 56.52 اذا تتساوي 56.52 اشنو سنتيمتر مربع هذه 56.52 سنتيمتر مربع اشنا هي شنو شنو اللي تتمثل لينا ها شنو تتمثل هذيك 56.52 شنو تتمثل 56.52 شنو الحساب ديالها اش داكشي داكشي الحسبه ديالهاش ديال النصف الدائره هنا هي هنا اذا الشكل باش نكملوا شنو باقي لينا بقينا المثلث بقينا المثلث بقينا هذا خاصنا نحسبوا هذه المساحه ونزيدوا على المساحه اللي حسبنا دابا ياك اذا المثلث شحال ندير الطبقه القاعده ها شنو هي القاعده اذا السيرفاس ديال المثلث شنو هي راه باينه هنا ها قاعده فيرتي دابا عندنا هذا هو الشكل ياك حنا دابا حسبنا هاد في الحقيقه حسبنا المساحه ديال نصف القرص حيت الدائره هي اللي تتكون على الجنب اما القرص هو الوسط الحمد لله القرص يكون الوسط نجيو لهاد الجزء الاخر الجزء الاخر غنحسبوا هاد المساحه بطبيعه الحال اللي عندنا هنا ياك طبيعه الحال كقاعده باش تفهمها دابا خاصك تفهمي ماشي تحفظي هاد القاعده مزيان تحفظها ولكن خاصك تفهمها الحمد لله المساحه ديال المثلث شنو المقصود بها ملي عطاوك هما هاد الارتفاع اللي هنا
اش نعطوك في الحقيقه؟ انا راه في الحقيقه العرض ديال المستطيل. اش عطاوك العرض؟ عطاوك العرض ديال المستطيل. اذا شنو تتعمل؟ تدير الا بغيت تلقى المساحه ديال المستطيل شنو تتعمل؟ تنديرو هاد الجهه في الارتفاع. ماشي في الارتفاع، في العرض. طول في الطول. طول في العرض. طول في العرض سهله. فهمتي؟ بحال دابا انت المستطيل اللي عندنا هنا شنو فيه؟ فيه جوج ديال المربعات اللي تنشوفونا هما، جوج ديال المربعات ياك؟ هذا العرض. شحال عندنا في الطول ديالو؟ عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا بين اثنان في خمسة غيعطيونا 10 المربعات لداخل، فهمتي ولا؟ إذا هذه المساحة ديال هذا المستطيل اللي عندنا هنا. دابا نرجعوا المثال اللي عندنا، شحال عطينا في الارتفاع هما؟ شحال عطينا؟ عطينا في الارتفاع؟ شحال؟ راه سي اش، سي اش ماشي هو الارتفاع؟ عطينا 5.3. 5.3 ياك؟ إذا عندنا 5.3. شنو نقصد 5.3؟ يعني هي 5.3 اللي كاينة هنا ياك؟ إذا دابا واش عندنا الطول والعرض ولا لا؟ شحال عندنا هنا في الديامتر ديال القبيلة؟ كانت عندنا 12 ياك؟ ولا لا؟ شوف هاي 12 سنتيمتر ياك؟ إذا راه بحال لا ملي عطاونا القطر ديال الدائرة، راه قطر ديال الدائرة في نفس الوقت هو الطول ديال هذا المستطيل، فهمتي ولا لا؟ إذا دابا شنو غنعملو؟ غنعملو 5.3 مضروبة في 12، شنو غنلقاو؟ غنلقاو المساحة ديال المستطيل، وشنو غنعملو ليها؟ المساحة. شوفي هنا مزيان، شوفي مزيان، هذا مثلث، قدو قد المثلث، هذا ما معطيناش، هذا داخل في المستطيل اللي زدنا حنا، وعندنا هذا المثلث الآخر الصغير قدو قد المثلث الآخر. إذا شنو غنعملو حنا دابا؟ إذا المساحة اللي معطيانا هي الدخلانية. تنشوفوا هذا المثلث قدو قد هذا، وتنشوفوا هذا المثلث الكبير قدو قد هذا. بطبيعة الحال المجموع ديال هاد المثلثات اللي متساويين مع هاد المثلثات المتساويين هو المساحة ديال المستطيل ككل. حنا بطبيعة الحال ما مطلوبش منا المساحة ديال المستطيل ككل، مطلوب منا هو هاد المساحة الصغيرة. إذا شحال المساحة الصغيرة هنا؟ إذا غنديرو الطول في العرض، طول في العرض، طول بطبيعة الحال هو راه معروف هو الديامتر، والعرض بطبيعة الحال عندنا هو هاد الارتفاع 5.3. إذا ها العرض ها الطول. إذا لقينا المساحة ديال المستطيل، شنو غنعملو؟ إلا درنا 5.3 ضربنا في 12 غنلقاو المساحة ديال المستطيل ياك؟ إذا حنا بغينا غير هذاك الشكل الملول اللي عندنا لداخل. الشكل الملول؟ شنو غنعملو؟ وشوفي مزيان، عندنا قد هذه قد هذه، وقد هذه قد هذه. نديرو هذه الأولى. وحنا بغينا هذا الأخر، ماشي غادي حنا بغينا هذا الشكل اللي لداخل، هو اللي بغينا نحسبوه، فهمتي ولا؟ ما بغيناش الشكل ككل، وهذا زدناه فقط باش نسهلو الحساب. باش تعرفي كيفاش تلقاو المساحة ديال المثلث. المساحة ديال المثلث أنها متعلقة بالمساحة ديال المستطيل، فهمتي ولا؟ إذا ملي تيكون عندنا الارتفاع تنضربوه مثلا في هاد القاعد، في هاد الضلع هذا، في الوتر ديال هاد المثلث، أشنو تنعملو له؟ احنا درنا هذا الارتفاع مضروب في هاد الوتر ديال المثلث، ملي تنضربو الارتفاع في الوتر راه بحال لا ضربنا العرض في الطول. إذا إلا درنا هاد الارتفاع في الوتر، إلا ضربنا 5.3 ديال الارتفاع في الوتر، أشنو غنحصلو؟ غنحصلو على المساحة ديال المستطيل اللي مضوبلة هاد المثلث. إذا إلا بغينا حنا نرجعو غير المساحة ديال المثلث، أشنو تنعملو؟ نديرو 12. هي 12 ناش في في هذه قسمه. علاش هي هذيك واقيله؟ زيد 12 في هذه قسمه 2. على 2 راه باينه، فهمتي ولا؟ راه باينه مقسومه على 2. علاش؟ حيت راه عندنا مثلث اخر، عندنا مثلث قدو بحاله في المستطيل. شكون اللي تبين لنا بان قدو بحاله في المستطيل؟ هو ان هذا المثلث هو متقابل مع مثلث اخر في المستطيل، وها مثلث هذا متقابل مع مثلث اخر مستطيل. الا زدنا هذا زدنا هنا راه غيولي عندنا مثلث بحالو تماما، وغيوليو بجوج معمرين للمستطيل، هما بجوج اللي كاينين في المستطيل، فهمتي ولا؟ اذا وبالتالي الا بغينا حنا نلقاو المساحه ديال هذا المثلث الصغير اللي لداخل في المستطيل اللي زدناه حنا بطبيعه الحال، اذا بطبيعه الحال غنديرو المساحه ديال المستطيل ونقسمها على 2 باش نحيدو، ناخذو غير هذا الجزء الدخلاني، ما ناخذوش هذا الجوج، فهمتي ولا؟ ماشي بالضروره تكون عندنا القسمه غير الا كانوا عندنا جوج ديال
الطرف القادين تيكونوا بحال بحال. هذا راه بحال بحال غير هاد هذا هاد المثلث لا هادو مجموعين وهادو مفرقين صافي. هذا هو الفرق. اما هما راه متقادين وبجوجهم هما اللي كاينين في المستطيل. علاش؟ لان المستطيل هذا كون كان مازال فيه واحد المساحه اخرى من غير هاد المثلثين ما نقدروش نقسمه على اثنين. علاش؟ لان مازال المساحه ديال المستطيل اللي لقينا فيها شي حاجه اخرى. ولكن حنا المساحه ديال المستطيل اللي لقينا فيها غير هاد جوج مثلثات فقط ومتقادين، وبالتالي غنقسمه على اثنين باش نلقاو هاد الشكل اللي هنا. فهمتوا ولا؟ اذا دابا شنو غنعملوا؟ غنديروا 5.3 مضروبه 12 ياك. غنلقاو المساحه، نلقاو بعد المساحه ديال المستطيل عاد نقسمها على اثنين. 3 في 2 6، 3 في 1 3، نديرو نقطة هنا. 5 في 2 10، 5 في 1 5 1 6 ياك. إذا عندنا 6 3 6 وعندنا فاصلة 63 فاصلة. غنقسمو على شحال؟ على اثنين. إذا 63 مقسومة على اثنين شحال؟ إذا 6 مقسومة على اثنين هي 3، 3 في 2 هي 6، 6 0، نهبطو 3 مقسومة على 2 هي 1، 1 في 2 2، من 3 غيبقى عندنا 1، نهبطو 6، غتولي عندنا 16 مقسومة على 2 شحال؟ هي 8، ياك؟ ولكن ما نساوش راه عندنا فاصلة هنا، نسيناهاش يا، قبل ما ننقزو ل 6 ونهبطوها، خاصنا نحطو الفاصلة، إذا عندنا هي 31.8، فهمتي؟ إلا شدينا 31.8 وضربنا في 2 غتعطينا 63.6، إذا هاد 31.8 أشنا هي؟ هذه المساحه ديال هذا المثلث. هي المساحه ديال المثلث. اذا باش نحصلوا على المساحه ديال الشكل ككل شنو غنديروا؟ غنديروا نص دائره زائد نص ديال دائره. شحال لقيناها قبيله؟ 85 هي هذه. هي 113 فاصل كذا مقسومه على هذه 56. اذا 6 فاص غنديروا بحال هكا. طبيعه الحال راه تكون متقاده. حنا دابا دخلنا شي فشي فهمتي؟ حنا دخلنا هاد الوسخ، هاد الشيء غديريه في الوسخ وهاد الشيء غتكتبوا منظم. إذا غدير السيرفاس تساوي ها السيرفاس تساوي السيرفاس هي المساحة تساوي 56.52 زائد 31.8 إذا بطبيعة الحال غنديرو نفس الطريقة، غنديرو الوساخ ياك. عندنا 56.52 زائد شنو؟ 31 فاصلة. الفاصلة ديما تحت الفاصلة باش ما تغلطكش، فهمتي ولا؟ الفاصلة تحت الفاصلة باش ما تغلطش. هي 31.8. إذا هذه صفر هنا نكملوها. 2 زائد صفر هي 2، 5 زائد 8 شحال؟ هي 13. نديرو الفاصلة هنا بقى عندنا 1، 1 زيدو هنا، 6 زائد 2 هي 8، 5 زائد 3 هي 8. إذا 5 زائد 3 هي 8 حيت 6 زائد 2 هنا غتعطينا 8، 5 زائد 3 هي 8 ياك. إذا شحال عندنا؟ المساحة ديالها هي 88.32 مربع سنتيمتر مربع. مزيان ما بقيتيش تنسي هذيك سنتيمتر مربع. إذا هذه هي 88.32، هذه هي المساحة ديال هاد الشكل هذا ياك. إذا نستأنف هاد التمارين الباقية في الحصة الموالية.